بين كل فترة وأخرى أصبحت من الطبيعي أن تسمع أن شخصاً مشهوراً خرج لمتابعيه وصارحهم بمعاناته الطويلة مع الاكتئاب. مثلاً أنا زمان كنت لما أطلع على الحفلات كنت دائماً أحاول أورجي أني أنا مبسوط وأن كل شيء تمام، حتى لو كان في آلاف من الناس موجودين وكانت حياتي كلها مشاكل نفسية. أو حتى منهم من أخبر متابعيه بتفكيره الحقيقي في الانتحار وأفكر أني أنهي حياتي. ومنهم من تحدث عن عدم رضاه عن حياته المليئة بالشهرة والمال وقرر الاعتزال، لدرجة الآن لا تكاد تجد شخص مشهور إلا وبه من الضغوطات النفسية شيء الكثير حقيقة. وعلى الطرف الآخر أنت تعتقد أن حياة المشاهير مثالية مليئة بالنجاحات، ولكن الحقيقة أن حياتك المزرية بنظرك، وهي ليست حقيقة بالتأكيد، أفضل من حياة بعض المشاهير النفسية. وقبل أن تقول يا محمد هم يمتلكون الشهرة والمال، متع الحياة ختم مراحلها يا رجل، كيف تقول أن حياتي المليئة بالاختبارات والضغوطات النفسية أفضل من حياتهم؟ تخيل نعم حياتك أجمل، ولكنك في نفس الوقت لست بريء، أنت السبب في اكتئاب المشاهير، أنت السبب في اكتئاب المشاهير. أنا حقيقة. قبل كل شيء أود التنبيه أن هذه الحلقة هدفها نظرة من زاوية مختلفة وليس التقليل أو التمجيد من أي شخص. قبل 3 سنوات نشرت مقطع تحت عنوان سجن اليوتيوب، تحدثت فيه أن الصفة المشتركة بين جميع صانعي المحتوى الذين تراهم على مواقع التواصل الاجتماعي هي التصنع، ليسوا على حقيقتهم. ووضحت أن تصنعهم هذا لا يعني أن شخصيتهم الحقيقية سيئة، بل بعضهم حقيقته أجمل من تصنعه بواقع زمالتي بهم، ولكنهم مضطرون للتصنع لكي يرضوك أنت، لكي تتابعهم ترتفع أرقامهم وأرباحهم. فمثلا تجد المشهور الفلاني في مقاطعه دائما يتصنع الحماس، ربما هو مليء بالهموم والضغوطات النفسية، في النهاية هو إنسان، لكنه بمجرد أن يقوم بتشغيل الكاميرا يتصنع الفرح والحماس والضحك ليرضيك. فأنت كمتابع لن تكترث بشخص كئيب في كل محتواه يقلب مواجع الدنيا عليك، يخبرك عن حياته النفسية الحقيقية التي ربما تكون كئيبة، أنت تبحث عن ما يؤنسك ما يسليك. وتجد غيره مثلا يتصنع السعادة في حياته الأسرية خصوصا محتوى العائلة، يكون بينه وبين شريكه مشاكل كحال أي زوجين، ولكن بمجرد أن يقوم بتشغيل الكاميرا يتصنع السعادة والحياة المثالية. وهذا سبب أنك تجدهم تطلقوا بعد مدة وتنصدم، ولسان حالك كانوا سعداء بل كانوا يتصنعون السعادة. وغيرهم من يتصنع الانفتاح والتعري، وهذا أخطر وأقبح نوع، فتجده لا يقبل على أهله التعري، ولكنه أمام الكاميرا لا يمانع بمغازلة أخته أو زوجته في بث على التيك توك، أو بخروج أخته بملابس فاتنة أمام الكاميرا، وغيرها الكثير من أنواع التصنع ليرضوك أنت، لينجحوا بهذا المجال. اكذب حتى يصدقك الناس، وهذا لسان حالهم. هذه بالمناسبة جملة قالها وزير إعلام هتلر في الحرب العالمية الثانية، استمر في الكذب على شعبه بالانتصارات حتى صدق شعبه الانتصارات. وبالفعل يستمر ذلك المشهور بالتصنع ويستمر بتحقيق الأرقام والأرباح إلى أن يصل لمرحلة إما يكشف على حقيقته أو لا يستطيع التصنع مجددا، فيصبح الأمر مثل عبء نفسي كبير عليه، لأنه يتصنع شيء ليس به كالسعادة والحماس وغيرها، فينفجر بعقده النفسية، فيخرج ويخبرك أنه يعاني من الاكتئاب، أو تسمع أنه انتحر بالفعل. كانوا سعداء بل كانوا يتصنعون السعادة. عن تجربة شخصية في هذا المجال، لاحظت أمر غريب في نفسي خلال فترة انقطاعي 3 أسابيع الماضية. بالمناسبة كنت منقطع بسبب وفاة جدي رحمه الله وموت المسلمين. خلال تلك الفترة رسلت صديقا من فريق القناة وأخبرته أنني أشعر أن الحياة بدون يوتيوب أفضل وأجمل، وأنني أفكر بالاعتزال. يعني تخيل حتى بدون مجاراة لما يفضله أغلب المتابعين الأمر مجهد، فما بالك بمن يتصنع، وكيف سيشكل ذلك ضغط نفسي هائل على صانع المحتوى. طبعا صديقي وقتها قال قطع العيش مش حلو يا باشا. تأكيدا على ما طرحنا دراسة نشرتها إحدى المجلات النفسية، جاء فيها أن الشهرة التي تجلب المال غالبا ما يكون لها ثمن على مستوى الصحة النفسية، وأن صورة الشخص المشهور قد تختلف تماما عن الصورة الحقيقية البعيدة عن الأضواء. لذلك ملخص كل ما قلناه إلى الآن، يتصنع المشاهير ما يبحث عنه أغلب الجمهور، وبالتالي الجمهور هم سببا في اكتئابهم بشكل أو بآخر. هنا أيها الحبيب قد تقول وأنا مالي، إذا اكتئب المشهور أو لم يكتئب هعمل له إيه؟ اللهجة المصرية عندي اشتغلت. يعني لماذا تحدثنا عما يشعرون به من مشاكل؟ ببساطة أيها الحبيب لأنك تتأثر بهم بالفعل، بل أنت أكثر عرضة للاكتئاب منهم، فسلوكك وأفعالك تتأثر كثيرا بما تشاهد، خصوصا إذا كان تصنعا. اكتب عندك، عندما تعتاد على تصنعهم بالسعادة ستشعر أن كل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي سعيدة، وأنت الوحيد الحزين الفقير المعدم الفاشل المنبوذ اجتماعيا وحياتيا.
نكدت على أهلي. عندما تكون شاب في مقتبل حياتك وتجد شخص مشهور يركب سيارة، لو عملت 100 سنة براتبك لن تحصلها، وتراه يحقق كل أحلامك التي تحلم بها على مخدة النوم، صدقني ستتأثر وتعتقد أنك الوحيد الفقير الغير موفق. عندما تعتاد على تصنعهم بالعري والانفتاح، ستشعر أنك الوحيد المتخلف بنظرهم الذي لا يقبل ذلك على أهله. وقس على ذلك، فأصبحت العلاقة كحلقة مفرغة، أنت سبب في اكتئابهم وهم مسبب لاكتئابك. حتى عندما يخرج ذلك المشهور ويعلن لمتابعيه عن اكتئابه، أنت بالفعل ستكون مكتئب معه بسبب تأثرك به طوال تلك السنين بمتابعتك له بشكل غير مباشر. اذهب الآن مثلي إلى جوجل واكتب مثلا علاقة الاكتئاب بمواقع التواصل الاجتماعي، سيخرج لك 2,680,000 نتيجة، كل نصف ثانية يوجد مقال حول هذا الموضوع. هذا التأثير الغير مباشر عليك سلبي جدا. مثال سريع، حادثة طلاق المغنية المسمى شيرين عبد الوهاب، على ما يبدو أنها تطلقت فدخلت في حالة اكتئاب فتضامن معها من يتابعها. هي كانت في حالة اكتئاب ربما، ولكنها ليست الوحيدة التي تأثرت به، بل كل من يتابعها. نتيجة لذلك مراهقات كثر أعربوا عن كرههم للرجال لدرجة أصبح اسم طليقها من الأسماء المنبوذة في المجتمع. أنت كحسام تستحي أن تذكر اسمه. وطبعا أكيد ليس الكل يتأثر، ولكن لو افترضنا أن 1% من البشر يتأثر، معناه أن هناك تأثير لواحد من البشر، وأعتقد النسبة ستكون أعلى. يقول إدوارد بيرينيز، هذا يعتبر مثل أب الروحي للبروباغاندا والعلاقات العامة، يقول: ماذا سيحدث إن استطعنا فهم آلية عمل عقول الجماهير؟ هل من الممكن السيطرة عليهم وفقا لإرادتنا ودون علمهم بذلك؟ مشيرا إلى أن المشاهير ومواقع التواصل الاجتماعي باتوا يتحكمون بنا أكثر مما ندري. لذلك إذا أردت أن ألخص هذه الحلقة بجملة واحدة ستكون: أنت من تجعل المشهور مكتئب بمتابعتك له وإرغامه على التصنع لأجلك، وأنت من ستكتئب لاكتئابه وستأثر بما يحدث معه بشكل غير مباشر. والنتيجة هو حقق المال والشهرة من اكتئابه، وأنت خسرت وقتك وحسناتك واكتئبت معه. بالتعليق على نفس حادثة المغنية، بعد ما مرت به من ضغوطات نفسية وأصبحت حديث الساعة، قامت بإطلاق ألبومها الغنائي مباشرة، والذي حقق نجاح وتفاعل واسع من متابعيها تضامنا ودعما لها. وأنت في المقابل ماذا حققت؟ طبعا بغض النظر عن تفاصيل هذه الحادثة ومن المسؤول ومن الملام، هذه ليست قضيتنا. لذلك نصيحتي لكل شخص مشهور أو على هذا الطريق: اتق الله في الرسالة التي تقدمها، ولا تجعل إرضاء الناس غاية، فإرضاء الناس غاية لا تدرك، وأنت تدرك ذلك من خلال التعليقات والتفاعل بمتابعتك لرضاء المتابع. ونصيحتي للمتابع الكريم: اتق الله في من تتابع، واعلم أن منصات التواصل الاجتماعي بها من التزييف والتصنع الشيء الكثير، فابني جدارا من الوعي لذلك، وبذلك لن تتأثر كثيرا بهم. بالنهاية، وكما قال أحدهم: لا يمكنك لوم تلفاز سامسونج لأنك شاهدت مسلسلا سيئا من خلاله، ولا يمكنك لوم تويتر لأنك قرأت تغريدة سيئة، بل اللوم عليك أنت. في النهاية، شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.